استعمال القنم الهندي ولكن فواحد الاطار طبي وصيدلي، ماشي استعمله فواحد اطار ترفيهي، استعمله في اطار طبي وعلاجي باش نساعدوا المرضى نخفوا عليهم الالم ديالهم، لان كاينين امراض مزمنه لا بحال دابا الالام لا بحال دابا امراض بحال السعر او امراض اخرى ديال الراس بحال دابا مالادي باركنسون او لاسكليروز اون بلاس، يمكننا نساعدوا هاد المرضى. اذا اليوم هاد الاستعمال خصو ولا بدا يكون مقنن طبعا فواحد الكمية معينة، لأن تنعرفوا جوج المكونات الكيميائية ديال القنب الهندي هما تي اتش سي والسي بي دي، اللي هما خصهم يكون عنده واحد النسبة معينة اللي غادي تساعد وتعطي واحد الفعالية صحية وطبية، ماشي واحد استعمال آخر اللي يمكن له يكون مضر للصحة. هادشي علاش الإنسان خصو يفهم بأن احنا الاقتراح ديال المهنيين الصحة هو اقتراح في إطار استعمال طبي بعد تشخيص طبي واقتراح من طبيب ومع صيدلي باش يمكننا نعطيو هاد القنب الهندي في واحد اطار طبي وصيدلي. اللي مهم هو الانسان يفهم بان ما غاديش نستعملوه باش غنهدن الانسان، الا يمكن لي نستعمل هاد اللفظ، غادي نستعملوه لان عنده واحد الدور في امراض مزمنه اخرى. تنعطيكم بحال دابا الامراض ديال الجهاز الهضمي، بحال كاين امراض مزمنه التهاب ديال الجهاز الهضمي بحال دابا واحد امراض اللي تنسميوها لي ميكي ولا مالادي دو كرون، اللي هما امراض مزمنه واللي تعطينا مشاكل كبيره للمرضى، والادويه اليوم الموجوده طبعا تتخفف ولكن ما تتعالش. الا يمكننا نعطيو ها ادويه اخرى بحال القنب الهندي غادي يمكن له يساعد على الالم او يسرع في العلاج ديال المرضى، فاحنا تنقترحوا ولكن عاوتاني تنأكد في واحد الاطار طبي وصيدلي. طبعا كاينين دراسات علميه في اطار دراسات وبائيه ودراسات في اطار جهاز نفساني وفي الجهاز الهضمي، بزاف البحوث العلميه تبينات لا في كندا وفي امريكا وفي اوروبا وحتى في اطار المغربي واحد البحوث اللي حنا بغينا نكثروا من هذه البحوث العلميه اللي نبينوا شنو هو الدور ديال القنب الهندي، حنا شنو هو المراد ديالنا كمهنيين الصحه، وما نعالجوا المرضى ونخفوا من الالم ديالهم ولكن في اطار حمايه الصحه ديالهم، ماشي في اطار استعمال ترفيهي، فاستعمال في اطار طبي. والاطباء ديال علم النفس او الاطباء ديال اللي عندهم اختصاص اخر بحال الطب الباطني او ديال الامراض المعديه او امراض مزمنه اخرى، غادي حتى هما يمكن لهم يستعملوا هذا الدواء اللي نسميه دواء في واحد الاطار معين باش يمكن لهم يعالجوا ويداووا المرضى. تكون عنده مضاعفات اخرى طبعا الا ما كانتش واحد الجهاز ديال المراقبه، الا ما كانتش واحد الكميه ديال المواد الكيماويه اللي موجوده اللي تنعرفوا شنو هي النسبه اللي خصها تكون فيه، بحال دابا تي اتش سي شنو هي النسبه ديالو، السي بي دي شنو هي النسبه ديالو. طبعا في اي دواء الا استعملتيه وما احترمتيش النسبه والكميه اللي كاين فيه راه غادي يكون مضر على الصحه. ناخذوا اي ادويه اللي اليوم تنستعملوا لا ديال الضغط الدموي لا ديال داء السكر لا ديال السرطان، عنده واحد الكميه واحد النسبه ديال الاستعمال ديالو. ففي نفس الاطار الا كنا غادي نستعملوا القنب الهندي في اطار طبي او صيدلي، خص تكون هذاك الشيء مقنن ومراقب ويكون عنده واحد الكميه معينه في اطار تشخيص واستعماله من طرف طبيب في الصحه ديال المرضى. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.